ما يكون سوء نحاسين. شوفها قبل ما تقول نحاسين إيه، لأنه كان هذا في ناس تنام هون فين معهم كان هو مو هون، كان سوء نحاسين، كان يستنجى دار. بعدين يعني الصناعة تحسنت والمهن تغيرت، عادوا اتفقوا هون وأخذوا السؤال وعادوا فيه ومن هالمدة في ثلاثة، يعني في ثلاثة إيه، هذا من عهد تركيا وتم لها التاريخ هذا وتغيرت الأيام والعالم كان كله أدوي، كان كله صناعة أدوية. هلا أكتريتها صارت على المكنات، صار على المكنات هلا تغيرت. قد ايه عمرك حجي؟ مين؟ اسمي سعد الصباغ، سعد الصباغ. يعني نحن نعتبرك انت أقدم واحد. ايه هلا أنا بالوقت الحاضر أقدم واحد. اشتغلت مدة طويلة. مدتي يعني شي تقريباً 90-85 اشتغلت، يعني ما حليت إلا هالتمثيل هدول بالأول. أما تابع العمل وأما أقوم بالواجب. كم سنة عمرها؟ يعني ما يطلع 10 سنة، 15 سنة، يعني 10 سنين. مهنة يعني مشهورة ومحروفة وأمينة وفيها يعني إنسانية وفيها كل شيء الحمد لله. الصوت هذا يعني مثل تقريبا تقولي هذا ونسة لعمله. كنا عند الحجة أقدم نحاس بالسوق، احكي لنا عنه. أول شيء هو كان عم يقلنا إنه عمره 100 سنة، هو أكثر من 100 سنة؟ والله على حد علمي إنه أكثر، هو بيقول 100 بس هو أكثر من هيك. أنا أقدم لأنه جدي بيوعى بيقول لي أنا جيت على السوق وهو كان موجود. جدي متوفى عمره 90 سنة، صار له متوفي من 1999 صار له متوفي. تقريبا قد ايه عمره الحجم؟ ما بعرف، يعني بيقولوا فوق 100 بس قديش بالضبط ما بعرف والله.